فنجان القهوة الصباحي لا يمكنك الاستغناء عنه أو استبداله، لكن اليوم أنا بصدد أن أحاول إقناعك بإدخال شاي الماتشا كبديل للقهوة. حسنا، سأكون صريحة معك، الطعم لا يشبه أبدا طعم القهوة، ولكن عندما تسمع عن فوائد شاي الماتشا قد تقتنع. شاي الماتشا هو عبارة عن شاي أخضر ياباني محضر بطريقة خاصة جداً ومسحوق بعناية. تتم تغطية المحصول لفترة طويلة حتى تتركز فيه الصبغة الخضراء المميزة لهذا الشاي. ما يميز هذا الشاي هو تركيز الكافيين العالي جداً به، مما يوفر لك حالة من التيقظ الذهني العالية جداً خاصة للطلاب في فترة الامتحانات. قد تقول لي أن القهوة أيضاً تحتوي على الكافيين، فما المميز بشاي الماتشا؟ المميز يا أعزائي بشاي الماتشا هو احتوائها على أحماض أمينية تساعد جهازك العصبي على الاسترخاء والبقاء بعيداً عن التوتر، وهذا الشيء أمر لا تفعله لك القهوة. ضف على ذلك الفوائد الغذائية العالية جداً لشاي الماتشا، فهو مضاد جداً قوي للأكسدة، يحميك من الجذور الحرة، يحمي الكبد من المعادن الثقيلة، وأيضاً يساعدك في رفع عمليات الأيض، فهو صديق جداً للأشخاص المتبعين حميات إنزال الوزن، يخفض الكوليسترول ويخفف التوتر ومقاوم للتجاعيد. هل اقتنعت بتجربته؟